وصلت شحنة مكونة من 2800 رأس من الأبقار المستوردة من البرازيل إلى ميناء الجرف الأصفر مخصصة للذبح، وذلك في إطار تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعارها بالجملة والتقسيط. العملية الحمد لله تمت في ظروف جيدة مع مراعاة جميع الظروف الصحية واللي كتقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونسا. ومن حيث جهة الدار البيضاء سطات على مستوى الجهات تم حد الآن استيراد 6500 رأس من الأبقار. المكتب الوطني للسلامة الصحية في إطار المهام دياله قام بكل ما هو مراقبة وثائقية للعجول المستوردة، المراقبة المخبرية التي تمت في بلد المصدر، بالإضافة إلى المراقبة الصحية عن كثب والوقوف على صحة وسلامة العجول التي تم استيرادها من بلد البرازيل في ظروف الحمد لله سليمة، والتي ستمكن المغرب إن شاء الله من التزويد بالكمية الكافية من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان الكريم. عملية الاستيراد هذه تمت في احترام تام للمعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف مكتب لونسا، وذلك بهدف سد الخصاص وتزويد وتموين الأسواق المحلية باللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعارها بالجملة والتقسيط. هذه العملية تندرج في إطار تشجيع استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المخصصة للذبح لضمان تموين عادي للسوق المحلية من اللحوم الحمراء. احنا يا موجودين للذبح يعني ابتداء من يوم الاثنين، نخليوها ترتاح واحد 24 ساعة، وهذا نداء لكل الراغبين في شراء هذه العجول هذو بانه الثمن غادي يكون ان شاء الله مناسب ما بين 68 ل 70 درهم. اي واحد جا وفي اي مدينه نقدروا نديروا يعني يقدر يشريها، الدار البيضاء، الرباط، وجده، اكادير. من اجل تشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنيه باللحوم الحمراء بهدف ضمان تموين عادي للسوق المحليه من لحوم الابقار ومواجهه ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في الاسواق الوطنيه، قررت الحكومة بالمرسوم المتعلق بالإعفاء ووقف فرض الرسوم الجمركية استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المخصصة للذبح إلى غاية 31 دجنبر 2023.